الآن في مجال الرعاية الصحية هناك مشاريع نشاهدها يوميا تفرح القلب الحقيقة، نقول فيها عمار يا كويت. الكويت اليوم تشهد نقلة نوعية في حجم المشاريع الضخمة، منها مشروع مستشفى الفروانية الجديد الضخم الذي يضاهي أفضل المستشفيات على مستوى العالم، ولله الحمد والمنة والفضل. بالفعل يوسف، ويقدم مستشفى الفروانية الجديد خدمات طبية متقدمة ومتميزة تلبي احتياجات المرضى على مستوى من الجودة الصحية. يعد مستشفى الفروانية الجديد من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد التي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية، فهو مزود بإمكانيات ضخمة تشكل إضافة نوعية عالية القيمة لخدمة المواطنين في محافظة الفروانية. مستشفى الفروانية الجديد يعتبر نقلة نوعية في مجال الطب في الكويت، من حيث حداثة التجهيز والتطور والسعة السريرية. عيادات العيون تتكون من أكثر من 50 عيادة، منها عيادات أطباء واستشاريين، عيادات للفنيين والفحوصات للتمريض واستراحات وغيرها. العيادات التخصصية في مستشفى الفروانية تشمل جميع التخصصات، عندنا مثلا عيادات شبكية، عيادات قرنية، عيادات جلوكوما، عيادات الحول والأطفال وغيرها. مستشفى الفروانية الجديد جاء ليؤكد الحرص على تنفيذ مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديد 2035 من تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات طبية في جميع التخصصات. مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان تبلغ مساحته تقريبا 8000 متر، يضم تقريبا 165 عيادة، وهي عبارة عن 3 أدوار، وفي كل دور تقريبا في 5 أقسام، وكل قسم في 14 عيادة تقريبا. في مركز الفروانية كان أهم هدف واللي حطيناه قدام عيننا كان هو التميز، عشان كذي كنا دائما نواكب أهم وآخر التطورات اللي تصير في مجال طب الأسنان. خلال هذه السنة تم افتتاح وحدة أو قسم اللي هو قسم الشفة الأرنبية ومتلازمات الوجه والفكين، وهو الفريق الأول بالكويت اللي تم إنشاءه خلال هذه السنة، والفريق طبعا متميز جدا من جميع الأطباء. وهكذا تخطو المنظومة الصحية في الكويت خطوات مدروسة في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.